كان في مدينة البصرة كثير من العلماء يدرسون في مسجدها وينشرون العلم والفقه بين الناس، وكان الحسن البصري أحد هؤلاء العلماء. لكنه لم يكن يكتفي بالمسجد فحسب، بل كان يسير بين الناس في الشوارع يذكرهم بالله وينصحهم ويعظهم ويفقههم. ذات يوم رأيت جاري ولم يكن قد نام جيدا خارجا من منزله مرتديا ثوبه مقلوبا. أنا أعرف جارك هذا، إنه رجل معتوه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي الحسن البصري، تفضل. أتغتابون رجلا مسلما وتهزؤون منه؟ ألم تسمعوا قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ إننا نحسن الظن بالله يا سيدي. نعم، ونرجو رحمة الله. كذبتم، لو كنتم تحسنون الظن بالله لأحسنتم العمل لله، ولو كنتم ترجون رحمة الله لطلبتموها بالأعمال الصالحة. إن الرحلة إلى الآخرة كالسفر في الصحراء. من سافر دون ماء وطعام هلك، وما الطعام والماء إلا العمل الصالح. استغفروا الله عما كنتم تصنعون، وعاهدوه ألا تعودوا إليه. من هذا الشيخ؟ إن له هيبة ووقارة. ألا تعرفه؟ إنه الحسن البصري، إنه من كبار التابعين، وأم المؤمنين أم سلمة هي أمه من الرضاعة. ومعه حق، لقد كنا نغتاب ذلك الرجل. أستغفر الله وأعاهده ألا أعود لمثل هذا أبدا. وكان للحسن البصري الكثير من المواقف المشابهة لهذا الموقف، لا يترك فرصة للنصيحة ووعظ المسلمين إلا استغلها. كان الحجاج قد شيد بناء ضخما في مدينة واسط التي تقع بين الكوفة والبصرة، ودعا الناس ليشاهدوا روعة البناء ويدعوا له بالبركة. فاغتنم الحسن البصري تلك الفرصة وانطلق إلى واسط. أيها الناس، لا يغرنكم هذا البناء الضخم، ولا تبهرنكم روعة بنائه، فإن فرعون قد بنى ما هو أكبر من ذلك وأضخم وأعلى، فأهلكه الله ودمر ما بناه. فاذكروا الآخرة ولا تلهينكم الدنيا، فكل ما فيها زائل إلا طاعة الله وذكره والعمل الصالح. يا سيدي الحسن، هذا يكفي، سيغضب الحجاج وربما آذاك. لقد أخذ الله عهدا على أهل العلم ليبينوه للناس ولا يكتموه. وبالفعل علم الحجاج بما حدث وغضب غضبا عظيما. كيف حدث هذا؟ ألم ينهه أحد أو يوقفه عن الكلام؟ لا أحد يستطيع أن يوقف الحسن البصري يا سيدي، إن تأثيره في الناس عميق. حسنا، سأنهي هذا التأثير تماما، أحضروه إلي. تعال إلى الجوار يا بصري،
تعال. هل لي أن أسألك عن بعض الأمور في الفقه؟ سل ما شئت. وأخذ الحجاج يسأل والحسن يجيب، فلم يترك سؤالا إلا أجاب عليه بعلم واسع وثبات قوي. أيها الحسن البصري، أنت سيد العلماء، إلي بأفخر أنواع الطيب والعطور. لا تحرمنا من حضورك ولا تبخل علينا بعلمك، في أمان الله. يا بصري، بالله عليك قل لي، بماذا كنت تحرك شفتيك عندما دخلت على الحجاج؟ فقد تغير تماما منذ رؤاك. قلت: اللهم يا ولي نعمتي وملاذي عند كربتي، اجعل نقمته بردا وسلاما علي، كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. السلام عليكم. كان الحسن البصري محبوبا من الناس، وكان كل من يأتيه طالبا العون أجابه إلى طلبه. الحسن البصري طوال عمره ناصحا للمسلمين ولولاة الأمر خاصة، سواء في حلقته في مسجد البصرة أو في أي مكان يذهب إليه. ولم يكن اسم الحسن البصري يذكر إلا وذكر معه العلم والتقوى والجرأة في الحق. وظل الحسن البصري محبوبا من الناس، فلما توفي في ليلة الجمعة من أول شهر رجب سنة 110 للهجرة، خرجت جنازته من مسجد البصرة، وبينما الناس يسيرون في جنازته حان وقت صلاة العصر، ولكن لم يكن هناك أحد في مسجد البصرة، فقد كانت البصرة كلها تسير في جنازة هذا التابعي الجليل.